بحضور التونسي بالحسن ملوش المدير الفني باتحاد الكرة، أجريت في مقر الاتحاد قرعة بطولة كأس الأردن في نسختها الأولى للسيدات لموسم 2017-2018، والتي تم استحداثها مؤخرا بمشاركة 6 أندية نسوية هي عمان، الاستقلال، الزرقاء، البتراء، كفر راكب والخليل، حيث تلعب المباريات على ملعبي البولو وشركة تطوير العقب. ولا في 6 أندية، يعني كانوا 7 انسحب شباب الأردن أصبحوا 6 أندية، وهي يعني دورة كأس الأردن، هي دورة يعني تنشيطية أكثر منها بطولة يعني ولا دوري طويل المدى، مع أنه المنتخب يستعد إلى نهائيات كأس آسيا إن شاء الله ربي يوفقنا. وحسب نظام البطولة تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، إذ أوقعت المجموعة الأولى كلا من الاستقلال وكفر راكب والخليج، بينما ضمت المجموعة الثانية الزرقاء وعمان والبتراء. هذا وتقام مباريات الدور الأول بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، فيما يصعد أول فريقين للدور قبل النهائي، ويلعب الدور قبل النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة. بهمنا انتظام البطولات لجميع الفئات العمرية بالنسبة للسيدات، يعني في عنا المفروض يكون في عنا دوري 14 له بطولة، دوري 16 له بطولة، دوري 19، دوري أول أو 19 من الأول يكونوا مدموجين مع بعض على أساس لهم بطولة رسمية، بس بهمنا الانتظام تاع. الآن احنا منشارك في الفئة ألف بأربع فرق أو 5 فرق، وبالفئة باء بأربع فرق. وإحنا كنا معتمدين في السنوات السابقة على البنات الكبار، البنات اللي كانوا يجيبون للدوري، بس السنة هاي إحنا اعتمادنا على البنات الناشئات اللي زي ما تفضل الكابتن نادي البتراء وقال أنا جاي أشارك عشان أنافس، إحنا جايين نشارك عشان المشاركة واسم المشاركة. كل المدربين طبعا مع احترامي كلهم يعني كلهم مبسوطين، لأنه أول مرة بيصير إنه فيه تمام يكون فيه قرعة وإحنا متواجدين لكأس الاتحاد. بطولة كأس الأردن للسيدات في نسختها الأولى هي إقرار لمجموعة من الخطط والبرامج لدائرة المسابقات بالتعاون مع الدائرة الفنية في الاتحاد لتطوير الكرة النسوية وزيادة عدد المباريات التنافسية للارتقاء بكرتنا النسوية الأردنية.